السلام عليكم يا سكان اسافي، احنا من تنهضروا من دار البحار. هاد الناس ما تيتعاملوش معنا معامله انسانيه. وسيدي واحد الورقه جاب لينا المندوب تاع التعاون الوطني، حطينا فيها صباعنا، قال لينا توصلوا بهذيك المساعده اللي صيفطت الحكومه، وما توصلنا بوالو ومكرفسين احنا هنا في دار البحار. تنعيشوا المحن كثيره هنا في دار البحار، لا تغذيه لا دواء لا نظافه. تنعاني من الطوبيس تنضربوا 9 كيلومتر، تنهودوا للمدينه ولا خطانا الصدقه تاع المحسنين وتيتلقاو ليهم. تا دوك المحسنين اللي تيجوا تيغبوا يعطونا الفلوس تيقلعوها تيشدوها يقول لها ندخلوها للتموين. وجات جمعيه تاع الاطباء من الدار البيضاء جابت لهم 900 فرنك تاع السلع، قهوه، روز، حليب، شوكولات، البواط تاع الطون. وهاد الشيء ما توصلناش به، غبروه علينا. في العشيه تيديروا لينا زبانيه تاع الحسوق عامره بالدقيق، وحنا راه لخطونا هاد المحسنين. احنا مضرورين، احنا بغينا الجهات المسؤوله تجي تحل لينا هاد المشكل. حنايا اللي هنايا في دار البحار تنعيشوا هاد المأساة، وبغينا العماله هي اللي تشد هاد الدار. حنا تنطالبوا من المسؤولين العماله هي اللي تقوم بهاد الدار، تتعطي الواجبات ديالها كتمهليه فينا. وكان عندنا النقل تاع النقل الحضاري، دخلت هاد الشركه تاع الطويس ما بغوش يخلصوا لينا حنا لي كارت تاعنا باش نعودوا نتنقلوا. واش حنايا مسنين في عمرنا 66 سنة ونعودوا على رجلينا ونجوا على رجلينا؟ راه مظلومين هنايا. هاد الجمعية ظالمانا بزاف، هاد الجمعية وتتهضم لينا حقوقنا. حنا بغينا نعرفوا هاد المؤسسة لا مخرجين لينا شي حقوق يعطوهم لينا، وبغينا نطالعوا على المعلومات ديالنا هنايا. لا عندنا شي حقوق بغينا نعرفوها، لا ما عندناش شي حقوق حنا خصنا نعرفوها. الله ينصر سيدنا هو اللي بنى لينا الدار، حنا ما شديناش التقاعد. حنا في هاد الدار البحار سيدي كنا كنتمتعوا بجميع الحقوق ديالتنا، حتى جات هاد الجمعيه هادي تاع البحار هاد التاليه تكرفصوا علينا، تقلعوا لينا كاع جميع حقوقنا، كاع تمنعنا منها وكملوها لينا، لا رعايه اجتماعيه لا تطبيب لا حتى شي حاجه. وانا راني مريض بالقلب، وجاو لقوني هما جاو في 13، انا مرضت في 2012، هما ما جاو حتى 13 اللي شدوا الدار. الى يومينا هذا عمرهم ما عطاونا شي دواء ولا داوها فينا على صحتنا. هاد الناس اسيدي راه ما خلينا فين مشينا، مشينا عند المندوب، مشينا عند القايد، قالوها لهم، قال لهم الدواء في الراجل، ما بغاوش. التالي قال لك اسيدي واخا تمشي الله هاي، هاكا تيقول فيها قدام الناس كاملين، قال لك واخا تمشي الله هاي. وهاد الشيء اللي كنطلبوا، كنطلبوا من الناس يجوا يشوفوا حالتنا هنا كي دايره. يجوا هاد الناس اسيدي، هاد الناس اسيدي راه قتلونا هنا، هلكونا لا من التغذيه ولا من كل شيء. عامين هو تيكذب علينا، غنصيفطكم غندير لكم غندير لكم على الطوبيس النقل الحضاري. الى يومنا هذا حوايجنا كاملين بعناهم باش كنركبوا.